نعود مرة أخرى إلى محمد أبو ناموس من أمام أحد المستشفيات، تفضل محمد. نعم زميلي، لازلنا في من أمام مستشفى الأندونيسي لنطلع وإياكم والسادة المشاهدين على طبيعة الإصابات التي وصلت إلى هذا المستشفى منذ صبيحة هذا اليوم حتى هذه اللحظة، خصوصا وأن هذا المستشفى يخدم منطقة الشمال بشكل كامل، ومنطقة الشمال كان فيها الكثير من الأحداث التي شاهدتموها وشاهدها المشاهدين بشكل كامل على شاشة الغد. الآن أبدأ حوار مع مدير العلاقات العامة والإعلام في مستشفى الأندونيسي الأستاذ معين المصري. سيد معين، لو تحدثنا عن أعداد الإصابات التي وصلت مستشفى الأندونيسي في هذا اليوم. منذ صباح هذا اليوم وصل إلى المستشفى الأندونيسي 18 شهيدا، كان من بينهم طفلين أعمارهم أقل من 18 عاما. كانت إصابات هؤلاء الشهداء مباشرة بالرصاص باتجاه الرأس والرقبة والصدر والبطن، كما استقبل المستشفى 135 جريحا، أدخل 40 منهم إلى أقسام المبيت وأجري 16 عملية عاجلة، بالإضافة إلى انتظار العديد من المصابين لإجراء عمليات أخرى إن شاء الله ستتم لاحقا بعد انتهاء الطواقم الطبية من العمليات التي يعملون بها الآن. كان من بين المصابين 30 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما، وسيدة أصيبت بالرصاص باتجاه الأطراف السفلية بشكل مباشر، وهي ترقد الآن في العناية المركزة بعد إجراء عملية عاجلة لها. نعم، ولكن لو تحدثنا عن طبيعة الأسلحة التي تم استخدامها أنتم من خلال استقبالكم لهذه الحالات، كيف رأيتم هذه الإصابات والأسلحة التي تم استخدامها؟ هل لاحظتم استخدام أسلحة جديدة كما حدث في الأيام السابقة؟ تم استخدام مجموعة من الغازات الجديدة التي تصيب المواطنين بالتشنجات فيما بعد؟ حقيقة معظم الإصابات التي وصلت اليوم كانت بالرصاص الحي، وهذا يدلل على استهدافهم من أجل القتل والإعاقة وتحقيق إعاقة من خلال إصابة الأطراف السفلية أو العلوية. وصلنا بعض الحالات نتيجة استنشاق الغاز مثل السابق، ولكن معظم الحالات كما تحدثت كانت بالرصاص المباشر باتجاه المشاركين في مسيرات العودة السلميين طبعا. نعم، وزارة الصحة اليوم أعلنت بأن هناك نقص في المستلزمات الطبية إلى حد كبير، أنتم في مستشفى الأندونيسي كيف تعاملتم مع مثل هذه الإصابات في ظل هذا النقص الكبير، وكيف يمكن أن تتعاملوا إذا ما استمرت هذه الأحداث؟ بالطبع يعني حقيقة كل المستشفيات في وزارة الصحة تعاني من نقص حاد في كثير من المستلزمات والأدوية، وخصوصا المضادات الحيوية ومخثرات الدم، لكن اليوم تعاملنا مع الحالات بالإمكانيات المتوفرة لدينا، وناشدت وزارة الصحة المعنيين بمد يد العون للمؤسسات الصحية وتقديم مزيد من الأدوية والمستلزمات لهذه المؤسسات حتى تكون قادرة على الصمود أمام هذا التحدي. نعم، هل وصلكم اليوم أي دعم جديد من المستلزمات الطبية؟ كان الحديث عن وفود أجنبية في قطاع غزة، هل يوجد أي وفود؟ هل وجود أو يوجد أي دعم جديد من مستلزمات طبية أم لا؟ اليوم لم يصلنا شيء، ولكن كان هناك استعدادات مسبقة لهذا المستشفى تحسبا من وقوع إصابات بهذا الكم وهذا العدد. نعم، شكرا لك الأستاذ معين المصري رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في مستشفى الأندونيسي. إذن مشاهدينا الكرام، وكما تابعنا وزارة الصحة كما أعلنت منذ صبيحة هذا اليوم هناك نقص حاد في المستلزمات الطبية لديها، بالإضافة إلى أنها تعاني من نقص في الكوادر الطبية إلى حد ما جراء العديد من العوامل التي تعصف بقطاع غزة، لا سيما بالقطاع الصحي بالتحديد، وهذا ينذر بكارثة يمكن أن تعصف بالقطاع الصحي إذا ما استمرت هذه الأحداث طويلاً.